فارسين. طبعاً راح نعرض لكم شقة في الدور الثالث. العمارة عبارة عن 4 أدوار. إحنا الآن في الدور قبل الأخير اللي هو الدور الثالث. الشقة رقم 5، 3 غرف وصالة. مساحتها 155 متر مربع. جميلة جداً. على إطلالتين، إطلالة أمامية كاملة على البحر، إطلالة خلفية كاملة أيضاً عن الطبيعة. أول ما ندخل توجه يمين، عندنا هنا الصالة. ما شاء الله زي ما شايفين عندنا ديكورات السقف، تناسق الألوان جميل جدا، إطلالة أمامية كاملة على البحر، طبعا لها مخرج البلكونة. وعندنا هنا المطبخ، راح نشوف البلكونة أيضا بالتفصيل. هذا المطبخ زي ما شايفين مساحة كبيرة جدا، تقريبا 4 × 4.5. وعندنا هنا الدواليب راكبة جاهزة. طبعا العمارة فيها مصعد 9 أو 6 أشخاص. زي ما شايفين هذه الإطلالة الأمامية على البحر مباشرة، راح نشوفها أيضا بشكل أوضح البلكونة الأمامية. هنا عندنا البلكونة مثل ما شايفين مساحة كبيرة، لها مدخلين، مدخل من الصالة وأيضا مدخل من المطبخ. وهذه الإطلالة الكاملة على البحر. طبعا عندنا مسجد قريب يخدم المنطقة، مدرسة قريبة، أيضا سوبر ماركت، حديقة عامة تبع البلدية. طبعا الأرض الأمامية تابعة لشركة الكهرباء، لا يمكن البناء فيها. هذه إطلالة مضمونة ودائمة زي ما شايفين. نبعد عن الساحل اللي هو الشارع الرئيسي ما يقارب 150 إلى 200 متر، وأيضا عن البحر في منطقة أرسين. إطلالة جميلة جدا، إطلالة كاملة على البحر من الواجهة الأمامية. هنا مدخل الشقة، راح نشوف الآن توزيع الغرف. 3 غرف صالة، 3 دورات مياه، وبلكونتين. هذه دورة المياه الأولى كرامة. طبعا الشقة 0 0، لم تستخدم بعد. هذه الغرفة الأولى، نشوف إطلالتها. إطلالة جميلة جدا على الطبيعة، مثل ما ذكرت لكم العمارة عبارة عن 4 أدوار. احنا الآن في الدور الثالث. وهنا عندنا الغرفة الثانية، وهذه إطلالتها الخلفية. ما شاء الله تبارك الله. إطلالة كاملة على الطبيعة. وهنا عندنا دورة المياه الرئيسية. مثل ما ذكرت لكم الشقة جديدة. وعندنا هنا غرفة النوم الرئيسية، طبعا مساحة شرحة بالإضافة إلى دورة مياه خاصة بها. وأيضا لها بلكونة، مساحة جيدة. وعندنا هذه الإطلالة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.